مساء الخير، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الحياة اليوم. حقيقة اسمحوا لي في بداية الحلقة دي أن أنا أنعي صديقي، ويعني أقول لكم إيه، صديقي العزيز جدا وزميلي الأستاذ الدكتور حافظ أبو سعد، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، رحل النهاردة. خبر كان مفجع جدا بالنسبة لنا جميعا، بالنسبة لكل أصدقائه وبالنسبة لكل تلاميذه، ما يعزش على اللي خلقه. 55 سنة، إنسان محترم مثقف جدا، كل المحافل الدولية طول عمره. حافظ أبو سعدة من بداية حياته من بعد تخرجه متخصص في حقوق الإنسان، قوانين في صياغتها، الدفاع عن حقوق الإنسان، في تمثيل الناس أمام المحاكم، شاف معارك كتير جدا في حياته، وواجه معارك بكل قوة وبكل صدق وبكل حب. لما ترفع السماعة كنت على حافظ في أي وقت، في أي وقت، حتى لو الفجر كان يرد عليك حافظ أبو سعد أيا ما كنت، وهو ملوش دعوة بإيه، يمكن كان ممكن أحيانا ما يكونش مسجل التليفون، قعد كذا سنة ما يسجلش تليفوني، إحنا نعرف بعض بقالنا أكتر من 20 سنة، لغايه لما سجله مثلا يمكن في منتصف الالفينات، انما كان كل ما رن له يرد، اقول له امال بترد ليه؟ يقول لي ما انا برد على كل الناس. هو ده حافظ ابو سعده. حافظ ابو سعده عملنا انا وهو والدكتور صبحي حسيله فريق، يمكن حضراتكم اخر ظهور لحافظ كان معانا هنا في الحياه اليوم، يعلق على الانتخابات المصريه، كان معانا في مجلس الشيوخ، كان معانا في المرحله الاولى من انتخابات مجلس النواب، وغاب في المراحل التالية لإصابته بالكورونا اللعينة. أنا متأكد أن هذه الإصابة اجت أو أصيب بيها حافظ أبو سعدة لأنه ما كانش بيمتنع عن النزول والشغل والمخالطة ومساعدة الناس والتواجد معهم دائما. الله يرحمه، مصر فقدت قيمة وقامة، أحد الناس اللي بيحبوا مصر جدا جدا. عايز أقول لكم إن زوجته وزميلته في رحلة كفاحه المحامية ناهد أبو القمصان، نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أعلنت وفاة زوجها النهاردة، وكتبت حب عمري وأبو أولادي وأعظم رجل شفته وعشت معاه وطول عمري مسنودة عليه. الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي والمناضل الحقوقي لبى نداء ربه، إنا لله وإنا إليه راجعون، ادعوا له وادعوا لنا. ربنا يربط على قلبك ويصبرك ويقدرك ويصبر أولاده. الله يرحمك يا صديقي العزيز. عايز أقول لكم بقى النهاردة عندنا مجموعة من الأخبار في هذه الحلقة الخاصة. رئيس سيسي النهاردة التقى مع وزير الدفاع العراقي، وخدوا بالكم ان احنا عندنا اتفاقية ما بين مصر والأردن والعراق، والنهاردة لقاء مع وزير الدفاع العراقي بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي في مصر لمناقشة التعاون العسكري الثنائي بين البلدين. وفي نفس الوقت أيضا النهاردة تلقى الرئيس رسالة من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. طبعا في تأكيد هنا من الرئيس السيسي مرة أخرى أو مرة كتير، دايما الرئيس السيسي يؤكد ده، وأكد النهاردة أيضا بعد تلقيه الرسالة ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد الفريق جمعة عناد سعدون وزير دفاع جمهورية العراق، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول التباحث بشأن التعاون الثنائي العسكري بين مصر والعراق، بما في ذلك التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات وبرامج التدريب ورفع القدرات، فضلا عن استعراض عدد من القضايا والملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وفي هذا السياق أكد السيد الرئيس حرص مصر على التعاون مع العراق في كافة المجالات خاصة الشق العسكري، وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق الشقيق بدعمه الكامل لتجاوز كافة التحديات التي تواجهه، بما يساعده على تقوية مؤسساته الوطنية ويحافظ على أمنه واستقراره ويحقق التقدم والازدهار لشعبه الشقيق. كما طلب سيادته نقل تحيته إلى شقيقيه السيد برهم صالح الرئيس العراقي والسيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي. من جانبه أعرب وزير الدفاع العراقي تطلع بلاده لتعزيز أطر التعاون مع مصر، خاصة بعد نجاحها تحت قيادة السيد الرئيس في أن تصبح نموذجا ملهما يحتذى به في منطقة تعاني من الأزمات والاضطرابات رغم ما تفرضه تلك الظروف الضاغطة من تحديات جسيمة. كما نقل إلى السيد الرئيس تحيات شقيقيه السيد برهم صالح الرئيس العراقي والسيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، مؤكدا على تقدير العراق حكومة وشعبا للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على شتى الأصعدة. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور أحمد ناصر الصباح وزير الخارجية الكويتي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفير دولة الكويت بالقاهرة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية الكويتي نقل إلى السيد الرئيس رسالة من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت التأكيد على اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الكويت على تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق مع مصر بشكل منتظم إزاء مختلف القضايا، خاصة في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي. من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مؤكدا سيادته حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، إلى جانب تبادل الخبرات وتعميق العلاقات التنموية في ضوء اشتراك الدولتين في رؤية التنمية المستدامة مصر 2030 والكويت 2035، مما يوفر مساحة إضافية للتعاون بين البلدين. كما أكد وزير الخارجية الكويتي أن مصر دائما ما كانت سباقة بالتعاون والبناء والخير في كل محيطها الإقليمي، خاصة لمنطقة الخليج والأمة العربية بأسرها، معربا عن التقدير لدور مصر التاريخي تجاه دولة الكويت، وهو الدور الممتد حتى الآن على المستوى الرسمي والشعبي من خلال التأثير البناء للجالية المصرية داخل المجتمع الكويتي جنبا إلى جنب مع أشقائهم الكويتيين. وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث بشأن مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلا عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية خاصة في سوريا والعراق، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدا سيادته بالسياسة الكويتية الرشيدة والرصينة في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية. بينما ثمن وزير الخارجية الكويتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بالعمل العربي المشترك. النهاردة مصر اختتمت تدريب البحري المصري الروسي المشترك جسر الصداقة 3. طبعا حضراتكم عارفين ان جسر الصداقة 3 ده بيتم تنفيذه في المياه الإقليمية لجمهورية روسيا الاتحادية، يعني عندهم هناك، وطبعا بنعدي من قدام دول معينة وبنعدي من مضيق عند دول معينة، والقطع البحرية المصرية رايحة، وتم تنفيذ هذا التدريب البحري المصري الروسي على مدى عدة أيام، وقطع البحرية المصرية طبعا هتبدأ ان هي تعود مرة اخرى الى المياه الاقليمية المصرية اعتقد في خلال الايام القادمة. اشوف التقرير بتاع التدريب ده ونرجع لحضراتكم تاني. التدريب البحري المصري الروسي المشترك جسر الصداقة 3.
اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك جسر الصداقة 3، والذي تم تنفيذه بنطاق المياه الإقليمية لجمهورية روسيا الاتحادية على مدار عدة أيام، بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والروسية، حيث تضمن التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة البحرية شملت العديد من تشكيلات الإبحار، وكذا الدفاع ضد التهديدات الجوية والسطحية غير النمطية، وتأمين هدف حيوي بالبحر، وتمرين البحث والإنقاذ. كذلك تنفيذ عدد من الرمايات على الأهداف السطحية أثبتت مدى ما يتمتع به العناصر المشاركة من مهارة وقدرة فائقة على إصابة الأهداف. فضلاً على تنفيذ تدريب فرض التحكم البحري على منطقة محددة وتأمين سفينة ذات أهمية خاصة، وكذا التدريب على مكافحة الألغام البحرية أثناء الخروج من الميناء. كما نفذت عناصر القوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين عدداً من الأنشطة المشتركة، وأظهر تنفيذ الأنشطة مدى الدقة والتخطيط الجيد في إدارة التدريب والقدرة على حل جميع المواقف الطارئة. واختتمت الفعاليات بعقد عدد من جلسات النقاش التحليلية لاستخلاص الدروس المستفادة وتعظيم الفائدة من نقاط القوة التي أبرزها التدريب، كما تم تنظيم مؤتمر صحفي لقادة الوحدات من الجانبين المصري والروسي استعرضا خلاله أهمية التدريب لما يمثله من إضافة قوية لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم القتالية على مسارح العمليات البحرية العالمية. يأتي التدريب البحري المشترك جسر الصداقة 3 استمرارا لسلسلة من التدريبات المشتركة بين مصر وروسيا، بما يعكس عمق العلاقات ومدى رقي التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين. التدريب البحري المصري الروسي المشترك جسر الصداقة 3. النهاردة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة كانت موجودة في بورسعيد وألقت كلمة الحقيقة في الملتقى السنوي الأول للهيئة العامة للرعاية الصحية في بورسعيد. طبعا احنا بنتكلم هنا عن التأمين الشامل اللي بدأ يطبق تطبيقه في محافظة بورسعيد، والدكتورة هالة كانت موجودة بتحتفل بالسنة الأولى لشركاء نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية. خدوا بالكم ده نظام صحي جديد وبدأ يطبق في عدة محافظات، كانت أولها محافظة بورسعيد وتم التطبيق فيها. وتحدثت الدكتورة هالة أو وزيرة الصحة عن عدة أشياء طبعا مختلفة، اتكلمت على قضاء مصر على فيروس سي خلال 7 أشهر في إنجاز عالمي مشهود فيه، والحقيقة أعلنت أن الاستعانة بالشباب كان من أهم الحاجات اللي ساعدت نظام صحي أو النظام الصحي الجديد اللي تم تطبيقه. خلينا نشوف هذا التقرير من بورسعيد ونرجع لحضراتكم مرة تانية. بعد مرور عام على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، شركاء النجاح اجتمعوا بقيادة وزارة الصحة للوقوف على أهم ما تم إنجازه وللتخطيط لعملية التأمين الشامل في المستقبل. بالمركز الثقافي بمحافظة بورسعيد أقيم الملتقى السنوي الأول للهيئة العامة للرعاية الصحية بمناسبة مرور عام على تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة. تم الكشف وإجراء أكثر من 2.5 مليون كشف وأشعاعات وتحاليل، أكثر من 40,000 عملية، منهم أكثر من 5,000 عملية لأول مرة تتعمل داخل نطاق إقليم القناة، كل جراحات حتى القلب الأطفال المتخصصة وغسيل كلوي للأطفال، كل أنواع جراحات العيون، كل أنواع جراحات القلب كلها بتتعمل في بورسعيد. 100% من المواطنين في بورسعيد مؤمن عليهم، الوحدات والمستشفيات شغالة ميكنة. احنا النهاردة
بنتهز الفرصه وبالنيابه عن اهلي في محافظه بورسعيد بوصل التحيه والشكر والتقدير لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو حقق حلم كل المصريين من ارض بورسعيد في منظومه التامين الصحي السريع. قد ايه المواطن البورسعيدي حس بفرق كبير جدا في الخدمات؟ النهارده في مواطنين ما كانش لديهم القدره على الانفاق الصحي بالشكل اللي يتواكب مع احتياجاتهم الصحيه، عمليات قسطره بتتم ب 300 جنيه النهارده فقط لا غير، وبتتحمل الدوله كل التكلفه اللي ملهاش سقف في العلاج. تم عرض أهم إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية ومنشآتها المختلفة ببورسعيد، بالإضافة إلى تكريم العاملين وتوزيع جوائز لأفضل الموظفين والمبدعين والمتطوعين في هيئة الرعاية الصحية. وشارك في الملتقى عدد من قيادات وزارة الصحة وممثلين عن منظمة الصحة العالمية. النهاردة بنكلله بالاحتفالية بالكوادر والعنصر البشري عندنا في المنظومة. طبعا العام ده شهد كثير من النجاحات، سواء في تقديم الخدمات الطبية، جودة الخدمات الطبية. احنا بنساعد في التعليم الطبي المستمر والتدريب الطبي والمهني، وفي نفس الوقت بنساعد في الوصول الأسرع للدواء للمريض. منظومة التأمين الصحي الشامل انطلقت من محافظة بورسعيد لتحقيق أعلى معايير الجودة في الرعاية الصحية المتكاملة للمواطن، وهي نظام تكافلي اجتماعي تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة بالأسر غير القادرة لخفض معدلات المرض وتوفير الحماية الطبية الكاملة للأسر المصرية. ميرت السعداني، الحياة اليوم. عايز أقول لحضراتكم طبعا أن مصر كلها بتستعد غدا لمباراة القمة، يعني طبعا الطرفين والتعصب، ومش عايز أتكلم بقى ونخش في الكلام ده كتير، إنما خلوني أديكم آخر الأخبار حول مباراة القمة. الاستاد جاهز تماما وأعلنوا أنه هو جاهز. عندنا طبعا 3 لعيبة من الأهلي عندهم اشتباه في الكورونا، و3 من الزمالك أيضا. لو أنتوا بتسألوني على رأيي الشخصي، الزمالك هيكون عنده أزمة في الدفاع بتاعه، سواء الباك الشمال أو الباك اليمين عنده، لأن هو ما عادش عنده بسبب الإصابات، وناس في هذه المنطقة بيلعبوا كويس، ولكن أنا راجل مش محلل رياضي قوي، فمش هخوض في تفاصيل مين اللي تأثر أكتر بغياب اللاعبين. اللي احنا نفسنا فيه إن احنا تطلع مباراة جميلة، وإن طبعا استمرار منظومة لا للتعصب، دي حملة لا للتعصب اللي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة مع المجلس الأعلى للإعلام، عايزينها تستمر بعد المباراة، وده اللي قاله وزير الشباب والرياضة. في عدة مؤسسات مختلفة متابعة المباراة، التأمين والداخلية، عندك طبعا الشباب والرياضة، الأرصاد بتؤكد أن الأمطار بكرة، لا حتى لو سقطت أمطار على القاهرة هتكون أمطار خفيفة ولن تؤثر على سير المباراة. وزارة الصحة طلعت تحذير، وأرجو أن حضراتكم كلكم تاخدوا بالكم منه. جماعة الكورونا مرض خطير جدا جدا، وزارة الصحة قالت لا، أتمنى أن الناس تاخد يعني حذرها وتتجنب أنها تتفرج على المباراة بين الأهلي والزمالك في المقاهي، تجنبا لنقل العدوى. ما احنا لما هنكون قاعدين مع بعض وتقوم بقى وتهيص، والأهلي جاب جون أو الزمالك جاب جون، وتبوس اللي جنبك، أنت مش عارف اللي جنبك ده حدوته إيه، أو تتنطط أو شايل ده علشان تشرب شاي أو غيره أو غيره. أرجوكوا اتفرجوا في المنازل قدر الإمكان، وامتنعوا أو ابتعدوا وتباعدوا شوية. أديكوا شايفين بنفقد شخصيات عزيزة جدا علينا كل شوية بسبب هذا الوباء. نتمنى أن المباراة بكرة، وأن بكرة يكون يوم جميل، وأن الماتش يطلع جميل، وتوفيق للطرفين. أنا طبعا علشان مش أهلاوي، إنما يعني ربنا يوفق الجمهورين مع بعض بإذن الله. خلينا أقول لحضراتكم عندنا إيه النهاردة. طبعا بدون تعصب، بس يعني زميلنا العزيز أحمد هاني المخرج بيقول لي بدون تعصب، أنت شفتني تعصبت؟ أنا ما تعصبتش خالص، أنا ما قلتش أي حاجة إطلاقا، يعني لا عن الأهلي ولا عن الزمالك، إنما يعني ربنا سهل. أنا أقول لحضراتكم عندنا إيه النهاردة. النهاردة عندنا حلقة خاصة من حلقاتنا يوم الخميس. النهاردة هنحتفل بالذكرى الثالثة على رحيل شادية، على رحيل الدلوعة، على رحيل السيدة والخيرة الكبيرة شادية، بكل حياتها شادية، بكل إنتاجها الفني بتمثيلها، وأيضا شادية
الإنسانة الخيرية اللي كانت بتعمل خير كتير جدا جدا في سنواتها الأخيرة. ضيوفي في الفقرة القادمة الناقد الفني طارق الشناوي، الأستاذ كمال زادة حفيد الفنانة شادية، المايسترو محمد عبد الستار وفرقته الموسيقية، والمطربة إيمان عبد الغني الحياة اليوم. قبل ما سيبكم حسيبكم مع تقرير عن توفيق الدقن في ذكرى رحيله، نشوفكم بعد الفاصل الحالي. عدنا لحضراتكم مرة تانية. النهاردة شادية، النهاردة الفنانة الشاملة أو الكاملة، ونتحدث عنها في ذكراها الثالثة، ذكرى وفاة الفنانة شادية. ضيوفي الناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي، أهلا بيك أستاذ محمد، أهلا بيك. والأستاذ كمال زادة حفيد الفنانة شادية، أهلا بيك. ومعايا طبعا المايسترو الدكتور محمد عبد الستار وفرقته الموسيقية. مساء الخير يا مايسترو. مساء الفل. والمتألقة دائما المطربة إيمان عبد الغني، أهلا بيك. أهلا بحضرتك وشرفتيني ونورتيني النهاردة. أنا حبدأ، إيه رأيكم نبدأ بأغنية على طول كده؟ ياريت. من أغاني ياريت. شادية. ياريت. طبعا نسمع أغنية أولى عشان نفتح بيها الحلقة بتاعتنا. نسمع الرحمن منك يا عين. الله، حلو قوي، اختيار موفق، برافو. الليالي وحرام البعاد وحياتي
يحبش مرتين، ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين. هي دي براعة الاستهلال، هي دي براعة الاستهلال، مش كده؟ بداية موفقة، جميل جدا، الفرقة عظيمة وإيمان عظيم. لا ده المايسترو جدا. زميلي العزيز في كل هذه الحلقات والفرقة، والحقيقة يعني ده زميلي بقى في كل حلقات يوم الخميس المخصصة في الحاجات دي. لما أتكلم على شادية أتكلم على المطربة الجامدة جدا الأداء، ولا أتكلم على الممثلة العبقرية اللي عملت أدوار من أهم أدوار تاريخ السينما المصرية؟ أتكلم على يعني هل هي مطربة ولا هل هي الممثلة والفنانة الكبيرة؟ تتكلم عن البهجة، عندما يذكر اسم شادية كلمة البهجة، السعادة، النقاء، الحب، كل القيم الحلوة دي بتحسها في صوت شادية، أو عندما تأتي سيرة شادية، مجرد تقول شادية بتحس بنشوة كده وسعادة داخلية. طبعا شادية حالة استثنائية في الحياة الفنية كلها، لم يوجد توجد مطرب أو مطربة في التاريخ، وأعتقد لن أيضا، يمتلك الموهبتين وبنفس القدر، ذروة الغناء وذروة التمثيل. وعندما تغني تمثل، لو أنت فاكر الغنوة دي وهي على الحفلة راح منك يا عين، شوف التعبير الجسدي وهي قاعدة، هي واقفة مش بتمثل، هي واقفة قدام الناس وهي بتقول قلبي يحب مرة ما يحبش مرة، وهطفي بناره ناري وهخلص منه، تشوف التار في عينيها، شوف يعني شادية الحقيقة بتمثل الأغنية وهي بتغنيها، بتجسدها لأنها صادقة. فشادية الصدق ينضح، والتحدي جوه مدام شادية واضح جدا. خد بالك وانت في عز نجاحك ستينيات، والناس بتروح الافلام عشان تسمع شادية كمان، ففي اللص والكلاب مفيش غناء، لكن حست ان الدور بيناديها، وكمال الشيخ ده احد كبار مخرجينا رشحها تمثل دون ان تغني. ده كان اول فيلم هي بتمثل فيه من غير ما تغني. طبعا طيب. وده لم يحدث. عبد الحليم نفسه ما قدرش يعملها. لما جاي يوسف شاهين طلب منه ما قدرش، لكن شادية قدرت. شادية طبعا شادية لأن هي موهبة عظيمة. أستاذ كمال قول لي، هي كانت بتحب إيه أكتر، الغنى ولا التمثيل؟ مبدئيا خليني أعدل معلومة بس، هو موضوع حفيدها ده مقام جدتي، لكن هي خالة والدي، فهي بس معلومة أنا لأن أنا بتعامل معاها على أساس إنها جدتي، بس عشان طبعًا المعلومة تبقى بتتقال صح، فهي خالة والدي. تمام. فهي بتتعامل معانا كلنا على اساس ان احنا اولاد اخواتها او حفايد اخواتها، كلهم زي حفايدها، فبالتالي احنا بنتعامل معاها على اساس ان جدتنا، يعني حتى انا كنت مديها بندها شوشو، ف ما كنتش بقول لها حاجه ثانيه. فهي القصه ان انا اقول لك هي بتحب تغني ولا بتحب تمثل، هي بتحب اللي بتعمله،
يعني اي حاجه هي بتحب بتعملها بتعملها وهي بتحبها. هي كانت طول عمرها بشوشه بتضحك، يعني زي ما الاستاذ طارق كان بيقول، هي بتحب قوي الضحك، بتحب المرح، بتحب السعاده. هي بطبيعتها كده طول عمرها. طيب كلمني عن طفوله شادي، كلمني عن اكتشاف شادي، بدايتها ايه؟ طبعا هي شادية في البدايات قوي في اتنين مهمين جدا في حياة شادية، حلمي رفلة وده احد المخرجين والمنتجين الكبار في عالمنا العربي كله، ومحمد فوزي. دول هم البدايات اللي انطلقت من خلالها من اول عالف اجازة وانت طالع بقى شادية. اختيار اسم شادية لو انت رجعت هتلاقي فيها تناقضات كتيرة، يقول ناس يقول حلمي، ناس يقول عبد الرؤوس عصر، ناس تكتشف بقى ان اللي قال اسم شادية على شادية هي اسمها هدى، اللي قال اسم شادية الاسم قصدي اللي كانوا هيطلعوا بيه اسمها فاطمة، الاسم اللي كانوا هيقدموه في التعاقد واللي تعاقدت عليه هدى، واخد بالك؟ لكن هي راحت لفرح احدى صديقاتها، مش فرح لا، كان عيد ميلاد او سبوع، فلقت ان الطفلة اسمها شادية فاعتبرتها يعني رهاصة من السماء، وشادية كان اسم جديد اياميها، وبعدين ليه علاقه بالغناء كمان من الشادوي، فاصبحت شاديه. شاديه صنعت حاجات كتيره جدا في الحياه لانها كانت الورقه الرابحه في الافلام، وهي بدات تشتغل وهي في سن صغيره طبعاً. يعني هي الاسره يا استاذ كمال بدات وشجعت شاديه وهي عندها 8 سنين مش كده؟ والله انا اضحك عليك لو قلت لك انا ما كنتش موجود ساعتها. طبعا كنت طبعا اكيد ما كنتش موجود يعني. يمكن كنت موجود بروحي بس. لا هي كانت بتحكي يعني او انت لا اسمع. هي يعني هي طبعا ما حدش اعترض خالص، يعني هي كانت يعني ده زي ما بقول لحضرتك كده، هي كانت مبسوطه جدا باللي بتعمله، الناس كانت بتحب اللي هي بتعمله، وهي كانت يعني موهوبه جدا فيه، صعب جدا ان حد يقول لا او يعترض على حاجه فيها كل الشامل ده كله. هي تقريبا عملت كل حاجه، يعني مسرحيه، طيب. افلام، اغاني، كل حاجه ابدعت فيها الحمد لله يعني. الحمد لله. طيب معانا احنا معانا تسجيل هي بتتحدث فيه عن طفولتها او عن طفوله شاديه، نشوف ده ونرجع تاني لحضراتكم. يعني كنت شقيه جدا، يعني اشقى واحده كنت انا الحقيقه. يعني مش في ايدي، يعني ما اقدرش اقعد ساكته، لازم اخترع حاجات. عايزه انا واخويا محمد وطاهر مثلا عايزين نعمل سينما، نشتغل نمثل، لازم هما الاثنين اللي هيقعدوا وانا اللي همثل، طب ما اسيبهم يمثلوا مثلا واتفرج ولا بتاع. كانت الحقيقه طفوله حلوه، وبعدين اللي كان محليها ان احنا كنا في بلد اسمها انشاص، فكنا في وسط الطبيعة الحلوة، يعني دي يمكن كانت بتساعد الطفولة انها تبقى سعيدة. كنا أسرة حلوة قوي، مفيش مشاكل بقى دوشة وبتاع، يعني تلاقي كده جناين حلوة، وبابا شغله جنب البيت يعني قريب، المدرسة قريبة من البيت، فكنا ملمومين قوي مع بعض. فيمكن دي كانت برضو سبب يعني السعادة في الطفولة يعني. كان ايه اول فيلم ال هو العالف اجازه؟ العالف اجازه مش كده؟ واستمرت بقى رحلتها مع اجمل ما في شاديه انه تحولت هي الى حلم للمخرجين، يعني كل مخرج بيبقى في ذهنه كيف نستثمر شاديه؟ اذا انت بتعمل طبعا في الاول كان بيبصوا لها انها المرح وخفه الدم، فكان دايما في اسماعيل ياسين، في اجواء ضحك، في بهجه، وده جميل جدا. لكن بعد شويه بداوا يلاقوا انه كمان في مساحات اخرى عن طبعا ده هنتكلم عليها كل ما نتقدم، لان هي النضج في التمثيل وصل الى مراحل ان هي اخذت جوائز دوليه يعني في التمثيل يعني كمان بعد كده. الاجمل ما في شاديه انها كما هي تغني كل النغمات، كمان هي كمؤدي كممثل لديه كل النغمات التمثيليه الدراميه، فعندها الاثنين مفاتيح الاداء كمطربه وكممثله بنفس القوه. بس كانت الشقيه في بدايتها دايما طبعًا. تطلع الشقيه عشان دي اللمحه الاولى، دي اللمحه الاولى، وكان محمد فوزي مبسوط جدا بالحاله دي، هو لان هو مكتشفها وعمل لها بالبدايات، كانت كلها فوزي في الاول، يدخل بعد كده مدير مراد ومحمود الشريف وتستمر المسيره بقى. انا معايا افيش فيلم نعرض الافيش بتاع فيلم العقل في اجازه،
حواري حضراتكم. وطبعا وده كان اول افيش او اول فيلم تشارك فيه شاديه ورشحها فيها. ده افيش العقل في اجازه اللي طلع بيه حلم رفله وقدم فيه شاديه. طيب وايه رايكم ايضا انا عندي جزء من حديث هي بتتكلم فيه عن اكتشاف حلمي رفلة ليها وبدايتها واكتشافها ازاي. أوكي. نشوف الجزء ده وشادية بتتحدث عن اكتشافها وبدايتها مع حلمي رفلة. أنا حضراتكم ايه رأيك نسمع اغنية كمان من اغاني شادية اللي مرتبطة مع الناس ونرجع نكمل كلامنا نسمع تاني. بس نسمع وحياة عينيك. الله ماشي حلو قوي. طيب بس هو تبعد عني عايز تصالحني
حلو قوي. استاذ كمال احكي لي ايه اقرب اغاني شاديه كانت بتدندن حاجه من اغانيها؟ والله هي دايما كانت تحب تتفرج افلام ابيض واسود عموما يعني. تمام. هي زوجة 13 كانت من الحاجات اللي بتحبها يعني. كانت بتحس انها مبسوطه انا بتفرج عليها. هي الحس المزيكا والكلام ده كله يعني. حتى هي كانت دايما تتفرج على اللي هو بتاع الاطفال ده اسمه ايه؟ توم وجيري؟ لا لا اللي هو اللي بيغنوا فيه الاطفال اللي هو برامج غنى للاطفال يعني. اللي هم اللي بيغنوا اللي بيطلعوا بيكسبوا وكده مش فاكر اسمه ايه. الفويس بتاع الاطفال. ايوه الفويس بتاع الاطفال. هي بتحب الغنى بتحب الافلام الابيض والاسود دايما افلام ابيض واسود. بس ما كانش فيه اغنيه مثلا بتلاقوها مثلا بلحظه معينه بتدندنها او بتقولها؟ لا لان هي اغانيها كتير بصراحه فتقعد تدندن كتير. ايه اكتر ذكرى فاكرها معاها وانت صغير؟ انا كنا احنا اصل هي كانت ستريكت قوي يعني لازم مواعيد كده قبل ما حد يروح ولازم نسالها ولازم ما ينفعش نطب كده لازم ناخد مواعيد. هي كانت منظمه جدا. كانت منظمه جدا. حاجه من الحاجات مثلا هي عارفه ان انا بحب اعمل حاجات بايدي يعني. والدي جواهرجي فانا بحب اعمل حاجات بايدي فطلبت مني ان اعملها زرعه. الزرعه دي انا عملتها لها فضلت معاها يعني لغايه اخر يوم في حياتها يعني. ففضلت وانا سافرت ورجعت وبزورها وبرده لسه موجوده عندها ومحتفظه بيها. فيعني دي حاجه من الحاجات طلبتها منك قالت لك اعمل لي زرعه كده. عملت لها زرعه. حاجه تحط فيها الزرع يعني؟ لا يعني ده بالزرعه كل حاجه بالزرعه يعني. بكل كامله يعني انا عملتها لها. يعني بقول لك انا كنت بتعامل على اساسنا جدتي فانا ما عنديش الحته بتاعت انها ممثله مغنيه. فيعني عندي موقف الانسان مثلاً عندك الانسان بالظبط. انا يعني عندي موقف مثلا كنا معاها مره رايحين نوصلها جدتي وهي ووالدي واخدنا ورايحين نوصلها المطار عشان رايحين يعملوا عمره. فلقيت الناس بتجري عليها وتبوس ايدها وانا لسه ما اعرفش اي حاجه خالص. فبسال والدي هي بيبوسوا ايدها ليه يعني؟ فقال لي يعني هي مره طلعت في التلفزيون. طيب ماشي. فانا ما اعرفش انا بتعامل بقول لك على اساس انها جدتي فانا مش عارف مين يعني. لما كبرت بقى فهمت ايه القصه يعني مين. مين دي؟ طيب. عرفت القيمه يعني. استاذ طارق انتقال شاديه من عباءه حلمي رفله بعد كده وتحركت مع بقيه المخرجين في من نهايه الخمسينات طبعا والستينات لما بدات شاديه تنطلق بقوه يعني. كان مين الاقرب ان هو يبدا ان هو يحتوي شاديه ويبدا يقدمها ايضا في افلام اخرى؟ انا رايي انه تقريبا يعني ما نقدرش نقول اسم واحد. هم اشتغلت مع كل الكبار. الكبار عاطف سالم، يوسف شاهين، صلاح ابو سيف، كمال الشيخ. كمال طبعا يعني انا بدي الكمال مساحه يمكن اكتر شويه. هتلاقي دايما كمال عينه على شاديه في حاجات مغايره زي ميرامار مثلا. كويس طبعا. زي ما راهن عليها في لص والكلاب انها ما تغنيش مثلا يعني. كمال كان عنده وجهة نظر مغيرة للسائد بخصوص شادية. لكن ده لا ينفي صلاح ابو سيف مثلا لما يكون. وهقول لك على موقف حكيته لي مدام تحية كاريوكا في شباب امرأة. البطلة مين؟ تحية طبعا. مين اسمه اكبر في ذلك الحين سنة 54؟ شادية. انت عارف في حاجة اسمها التوزيع طبعا. الخارجي انك لازم عشان فيلمك يتعمل بتروم معايا شادية بالظبط. طبعا هتقول معايا تحيه حلو وشكر سرحان جميل لكن ده له تمن. لو حطيت شاديه التمن يعلى قوي. فشوف قد ايه جمال هذه الفنانه العظيمه. فكلمتها تحيه كاروكا الفيلم على تحيه وهي انت في الاخر هتفتكر شفاعات طبعا مش كده. فقالت لها يعني كذا وهم مش عارفين يعمل الفيلم ده لازم انت تكوني موجوده. والدور فقرت الدور طبعا ما هواش البطل لكن حست ان في فيلم. الفيلم ده مثل مصر في مهرجان كان بالمناسبه في ال 55 مثلا. كويس. فحس ان في فيلم وان لازم تكون مشاركه في الفيلم في القضيه. واشتركت في عز نجوميه شاديه. ده كان في سنه 55. طيب هنطلع فاصل ونرجع تاني ويستمر الحديث ويستمر الذكريات وتستمر ايضا احتفاليتنا بالذكرى الثالثة على رحيل الفنانة شادية الحياة اليوم. عرضنا لحضراتكم جزء من الشخصيات اللي قدمتها شادية متنوعة تماما يعني ومتغيرة وكل الأنماط. نحن نزرع الشوك شيء من الخوف يعني ما تقدرش تحط شادية في كدر كده وتقول هي كده. لا شادية دايما بتكسر وبتحطم وتقفز فوق اي كدر. ما
والملحنين ايضا زي ما شادية اخرج لها كل المخرجين العظماء صح. لحن لها كل الكبار كلهم رياض السنباطي هتلاقيه موجود على الخريطه مثلا طبعا عبد الوهاب موجود الشريف منير مراد ولو يعني اكتر واحد تواجد على خريطه شادية في كموسيقى منير مراد الاكتشاف فوزي محمود الشريف انا بعتبره العمق الاستراتيجي لها بليغ حالات وهج بقى وتطلع لمساحات بعيده كمال الطويل اكثر من ومضه جميله محمد الموجي كتير من الاغاني الشعبيات رائعه قدمناها ويعني هي تعددت وكانت ملهمه احمد صدقي هتلاقيه معاها مثلا كانت ملهمه للملحن الملحن انا بتصور ان الملحن كان بيرسم ملامح شاديه وهو بيلحن على صوتها صوتها ملهم لمساحات كتيره ولانها جواها اولا مؤديه كما ينبغي وعينيها بتقول مش بس صوتها بيقول احساسها بيقول فشادية متعدده كمان هي مطربه حفله يعني مش بس يعني في مطربه سينما زي ليلى مراد العظيمه ليلى مراد مطربه سينما لكن شادية كمان بالاضافه مطربه سينما مطربه حفله وده موضوع تاني فهي تمتلك ده الحفل بيحتاج قدره على السيطره على الجمهور مش بس الصوت الحلو لا السيطره صوت مسيطر مشاع واصل ف يعني الحقيقه وبعدين انا مثلا اللي كانت علاقتي حلوه قوي قويه بالموسيقار محمود الشريف لم ارى فنانه بكل هذا العطاء شريف كان كبر وما عادش يعني انت عارف الناس في الاواخر مش طلب عليها كتير لم ارى فنانه بكل هذا الحب لهذا الرجل كل يوم تسال عنه بابا اخبارك ايه عايز ايه محتاج ايه لانها دايما تتذكر ان هذا الرجل عمل لها ليالي عمره معدوده وعمل لها حاجات كتيره جدا فلا تنسى اللي وقفوا معاها خالص إيمان أنت متخصصة في شادية ليه؟ الحقيقة هي قصة يعني كانت أنا نفسي مش عارفاها ده اكتشاف اكتشفه يعني زوجي هو الدكتور ماجد سرور عازف القانون أنا كنت بغني في حفل عادي جدا والمعتاد الناس عارفة عني أن أنا بغني ليلى مراد لما غنيت مسلسل ليلى مراد وبغني أم كلثوم وردة وشادية من ضمن البروجرام لحد ما جت غنوة شادية هو الايه ده انا حاسس اني سامع شادية في الاداء وفي التفاصيل طبعا كانت شادية إيه؟ كانت خلاص مسافر او من احب الاغاني ليا الحقيقه فمن هنا جت له فكره يعمل حفله حليم وشادية واستاذ وجدي الحكيم الله يرحمه كان وصل تسجيل الحفله لراحله شادية وانا عارفه انها اثنت عليه جدا يعني وعجبها وفي تواصل حتى مع الاسره مع بنات عمها يعني الحمد لله يعني انا لقيت نفسي جدا في اللون ده ولما جاء حفل تقبيل شادية كنت انا حتى لسه يعني خارجه من حاله وضع يعني لكن انا اصريت على وجودي في الحفله لان انا بحب جدا اغني لشادية من ساعه ما عملت حفله حليم وشادية هي كانت انطلاقه بالنسبه لي في حته انا ما كنتش عارفاها في نفسي فبقيت استمتع جدا الفرق ما بينها وما بين اي حد تاني انت بتغني له هي سهل ممتنع يعني ببساطه وكل حاجه تيجي تبص تلاقي لا في تفاصيل كتير جدا في ازاي بتطلع كل كلمه بتعبر عنها ازاي فين بتاخد نفس يعني هي عندها مدرسه خاصه بيها مختلفه تماما عن ورده عن ليلى مراد عن ام كلثوم في لها لاين لوحدها ده انا ذاكرته كتير قوي عشان احاول اقرب يعني المستمع لما يسمع يحس ان هو قريب من احساسه لما بيسمع شادية طبعا ما فيش حد في جمال شادية في الدنيا يعني طبعا تحبي تغني لنا ايه دلوقتي ممكن اقول لكم خلاص مسافر خلاص مسافر هي كانت البدايه بتاعتي مع شادية طيب خلاص لو انت عايز خلاص مسافر نسمع منك خلاص أوكي. مسافر احب اغنيها وانا واقفه بس ده بليغ حمدي ده برضه بليغ ده قيمه كبيره في الان مع شادية صحيت في يوم من الايام
حسيت اني عيني غريب، حسيت بغدر الصحاب واللي افتكرته حبيب، وانا ده انا اللي انا غنيت على الليالي، في الفرح موال وفي الجرح موال والصبر موال، اصبح على دي الحال غريب، اصبح انا غريب غريب، ولا حد جنبي قريب، وقلت اسافر مسافر مسافر، خايفة لما تسافر عالبلد الغريبة تنسى انك فايت في بلدك حبيب، خايفة لما تسافر عالبلد الغريبة تنسى انك فايت في بلدك حبيب، مستني بأشواق تعبان 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 من فراق، ومولع لك شمعة نورها مستنيك، وفي عيونه دمعة امسحها بإيديك، ومولع لك شمعة نورها مستنيك، لما تجيني تاني 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 للبلد الغريب، يمكن ألاقي الصبر في سكتي، يمكن ألاقي الراحة في غربتي، يومين مسافر كان نفسي أكون جنبك حبيبة، آه حبيبة من بلدك تسهر على راحتك، كان نفسي أكون جنبك حبيبة، حبيبة من بلدك تسهر على راحتك، تفرح لك لفرحة وتقاسمك في جرحك والهم تشيله عنك، تفرح لك لفرحة وتقاسمك في جرحك والهم تشيله عنك، لما تجيلي تاني تاني تاني
شادية والدويتو. حالة مختلفة جدا في كل الأفلام المصرية ومتعددة. أيوة. موجودة معهم كلهم. احكي لي بالظبط يعني فوزي موجودة، اسماعيل ياسين موجودة، شكوكو موجودة. يعني هي كانت بتعمل دويتو مثلا مع فريد الأطرش موجودة. طبعا دويتو يعني المشهور يا سلام على حبي وحبك. يعني وده فيلم إخراج يوسف شاهين. مظبوط مظبوط. تمام. وغنت فيه كمان زينة مع فريد ورقصت مدام هدى سلطان مدام هند رستم كمان. يعني كمان هي غنوة استثنائية، رقص واثنين مطربين كبار ولحن عبقري من فريد. تمام. وكلام دمه خفيف. طيب ايه رايك اوريك حته من يا سلام على حبي وحبك من الله. اخراج يوسف شاهين، فريد الأطرش، انت حبيبي، وشاديه انت حبيبي، فيلم انت حبيبي بالظبط كده. نشوف ده اعلى ثنائي. شوف عملت مع عبد الحليم كتير طبعا، كلنا بنحب عبد الحليم وشاديه مع بعض طبعا، وعملت معاه ثلاث افلام يعني. لكن اهو ده الثنائي الغنائي الذي لا يمكن ان يغادر وجدانك. دي اعلى اغنيه ثنائيه لشاديه، لان حاله فيها حاله حب على الشاشه وايضا. أيوة. بعيدا عن الشاشه وحاله. أيوة. حب بعيدا عن الشاشه. فريد الأطرش وشاديه كان طبعا علاقه حب عظيمه، كان يعني كانت فطرها لان تتوج بالزواج. لكن فريد الأطرش في حته يعني شعبيه كده، فتح بيته لكل الناس في اي وقت. هو كريم جدا طبعا، ما هو امير وكريم، وحتى لما يعني الفلوس مش قد كده يرهن يبيع عمارته، بس الكرم جزء من تكوينه. فريد كان يدي الاجر مرتين اللي بيشتغلوا معاه لما يكون منتج فيلم. فالمهم الجميل ده فريد وفاتح البيت، اي امراه في الدنيا عايزه قدر من الخصوصيه. فريد الحته لا، ولسه كمان كنت بتقول ان هي منظمه جدا ومحدش يروح لها من غير ميعاد يعني. أيوة. بص يعني تخيل يعني شخصيتين على النقيض. تفتح البيت تلاقي مليون حد قدام بيتها بالورد. مين يعني لما كان بيزعلها، عارفه انه كان بيستناها قدام البيت بالورد، فريد الأطرش. بس هي يعني في الاخر اصرت واتجوزت عندا فيه، يعني عجبته وعجبت يعني نفسها. ساعات بتعرف يعني الجزء بتاع ساعات ممكن لحظه كده. طب اهو بس تتويج القصه، شوف قد ايه الفن جميل. وفريد كان بيحبها قوي. ليه؟ طلب من مأمون الشناوي، الشاعر الكبير مأمون الشناوي، انه يكتب غنوه عن حبه العظيم لشاديه، وانه انتهى الى لا امل وما حصلش. فعمل حكايتي كانت حكايه غرامي، حكايه طويله. هي دي حكايه فريد مع شاديه. هي دي. شاديه اتجوزت كم مره؟ لا ده حاجه، دي بقى انا حاجات انا ما اعرفهاش. ما تعرفهاش انت؟ لان انا ما يعني كم مرة ارقام. هو الزوج الرابع هو بس اللي مش معروف. ثلاثه معروفين طبعا. عماد وعزيز فتحي ده كان مهندس اذاعه، و صلاح بخار انا اعرفه. في الجزء المتوسط بقى اللي هو تقريبا من سنه 59 60 وانت طالع بشويه كده لغايه 64، كان كاتبنا الكبير مصطفى امين. كان زوجها مصطفى كان زوجها. ولما تعرف في سنه 64 في يونيو تقريبا القضيه المعروفه واتقبض عليه، كان مع مدام شاديه. ولما الجهات المعنيه راحت جريده اخبار اليوم عشان تتحفظ على مكتب مصطفى امين لقوا الزواج العرفي، عرف الزواج اللي بينه ومدام شاديه موجود في مكتبه. وشادية دائما ما تتحدث بكل حب عن مصطفى أمين وعن أفضله وعن كيف استفادت من هذا الكاتب الكبير. هي كانت بتحبه جدا جدا. وكان بيعمل دائما ندوة ثقافية فيها كابل الشناوي بقى، مأمون الشناوي وأحمد رجب. من كان ساعتها دول أجيال جديدة طبعا، يعني أحمد رجب ده جديد. أنيس منصور، كل الأسماء دي. واللي أنا عرفته إن هو كتب لها مع بوت الجماهير وهم راكبين مع بعض العربية من اسكندرية للقاهرة. مظبوط. وخد بالك على ورقة واحدة، وخد بالك كتب لها قصة مع بوت الجماهير. خد بالك تاء التأنيس في العربية. وتاء التأنيس عبد الحليم حافظ النجم الكبير قوي في مطلع الستينيات في عز مجد عبد الحليم، يقبل ان هو العنوان. وانت عارف الفنانين والنجوم في كل زمن ليهم كده تفاصيلهم، انه ما يبقى معبوده وبالتالي شاديه مش معبود.
دي طبعا لولا انه مصطفى امين ولولا انها شاديه وهو مصطفى اللي كلم مصطفى امين اللي كلم عبد الحليم وقال له هو اللي كاتب ما هو لازم يعني هو من غير ما يكلمه ما هو ده مصطفى امين فتعمل الفيلم مليان روائع لعبد الحليم يعني كفايه جبار يعني مزبوط. ملحمه عظيمه يعني. برضو حلم رفله بالمناسبه بالصدفه ما حلم له 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 هتلاقي اسمه متردد كثيرا في الافلام في برضو مكالمه او حاجه عن زوج كانت هي بتتكلم بتحكي على الشقاوه اللي ما بينهم بس مش عارفه موجوده عندكم ولا هي ومين هي وصلاح ذو الفقار طبعا لا صلاح ذو الفقار احنا هنتكلم بقى على نتفرج ونسمع نشوف 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 صلاح ذو الفقار والعلاقه مع شادي حتى معلش كمال الشيخ شوف دي انت عايز تعلق احنا عندنا حتى يعني شفت صورا على ما افتكر يعني يا خطوبة بابايا ومامتي يا جوازهم هم موجودين في الصور يعني كانوا متجوزين ساعتها بتكلم على مصطفى امين؟ لا بتكلم على صلاح الفقار عشان كده انا متاكد ان الجوازه دي حصلت لا صلاح مفيش كلام فيه طبعا هو صلاح ذو الفقار لا 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 بس كان معلن على الشاشه وعلى الدنيا يعني بقول لك يعني شفت الصور الصور كانوا حاضرين الفرق لان شوشو ما بتحبش قوي تحضر حاجات يعني افراح خطوبات كده يعني انا عزمتها كذا مره في عندي ما هي ما بتحبش تظهر قوي في الحاجات دي لا ده صلاح كان يعني كان في بيبي قادم يعني كان في حمل بس لم يكتمل يعني دي كانت معروفه يعني نسينا ديوتو كمان مع فاتن الو الو يعني حتى يعني عمل الديوتات مع كله مع كل في الغناء يعني مع الغناء عملت مع كله مرحله كمال الشيخ ونجيب محفوظ بقى دي مرحله من اهم المراحل في السينما المصريه انت بتتكلم على ميرامار بتتكلم على لص والكلاب مظبوط يعني وعندك ما عشان مع حسن الامام برضو وائل المداح اللي هو نجيب محفوظ بالظبط كده وده اقرب يعني نجيب محفوظ كان طاير بحميده بتاع وائل المداح هو اللي كاتبها بس من فرد جمال شاديه وابداع شاديه فاصبحت حميده انت صانع حميده يعني على الورق بالكلمات ده نجيب محفوظ لكن لانها علت قوي فكان اصبحت من اقرب كان اداء من اقرب الشخصيات اللي جسدت على الشاشه لادبنا الكبير نجيب محفوظ يعني بس ده حسن الامام طبعا ده مدى حسن الامام طبعا استاذه ايمان ايه رايك تسمعينا قولوا لعين الشمس طبعا ممكن ده بليغ بس حابه اقول تعليق على الغنوه بدايه بقى تعليق بدايه بليغ في ناس كتير فاهمين ان هي بتغني لحبيبها زي ما هي بتقول في الغنوه كلمات لكن الحقيقه ان شاديه كانت طبعا صوت مصر واعمالها الوطنيه كتير جدا الغنوه دي هي غنتها للجنود بعد هزيمه 67 الاغنيه دي هي ما غنتهاش للجنود بعد هزيمه 67 كانت جاهزه واذيعت للجنود بعد 67 هذه الاغنيه ومثلت اثناء من التراث يعني هي جزء الدخول ده في الكلوري هي كانت بتوثق الحدث ده وقتها اتفضلي عن سعد زغلول لانها لها قصه تاريخيه والله احسن غزال البر صباح ماشي اللي هو سعد باشا زغلول سعد بالظبط فهي من الفلكلور المصري طبعا اظن مجدي نجيب هو اللي مجدي نجيب بالظبط العمل مظبوط اوكي يلا نسمع عامل ايه في يمني وما سكنت وجيت
وحترسل ايه والله انا خايفة اخرتها ايه انا مش عارفة وحترسل ايه والله انا خايفة خايفة لا تروح يوم وتسيبنا والعقل ما فيش غير حيلتنا يا تشوف لك حل في حكايتنا يا تعزل وتزيد قال لك تسكن في حارتنا دي حاله بقى صح احكي لنا الحاله دي هقول لك هي في الستينات طبعا والمخرج محمد سالم بس انا واثق انه محمد سالم مخرج مهم جدا وده اول يعني ده هو الفيديو كليب الاولاني اللي هو بدات الناس تفهم الناس فاكر الفيديو كليب دي الفيه ثالثه لا تمام. هو موجود انا يعني موقن انه حسين السيد شاعرنا الكبير كتب وفي ذهنه شاديه والموجي لحن طبعا. عشان هي شادية لا يمكن انك تسمع الغنوة دي بدون البت الحلوة اللي دمها خفيف النغنوشة الجمال ده كله الا وهي شادية انها معتمدة على التعبير اكتر هي معتمدة على التعبير اكتر يعني غنى تعبيري بحت صح عينيها يعني بتقول طبعا. احساسها بيقول هي دي مرسومة مرسومة لشادية بعبقرية الموجي كمان شادية مصدر طبيعي ربنا خلقه للبهجة والسعادة حقيقي مصدر طبيعي للبهجة والسعادة للبشر اجمعين والشاعر الذكي زي حسين السيد والملحن العبقري زي محمد الموجي عارفين يطلعوا يعني منها حاجه زي كده فايه الجمال ده كله لغايه دلوقتي واجمل فعلا حاجه كلمه حب ساخره يجي ابويا يقول فنجان قهوه اعمل له شاي اعمل له قهوه واسيل امي ايه ده الجمال ده كله بالظبط انت واخد بالك التركيبه نفسها خفه الدم عايزه حد اللي واقف وبعدين ده الموجي اللي بيلحن صح انت متخيل الموجي بيلحن الكلام ده وفي حته كمان لو سمحوا لي في الكوبليه الاخير اللي هي تشاور لي عشان انزل قبلك في حته هي بتتكلم فيها يا اخي بعدك انا بقول اللي هي بتقوله يعني هي قصده تقولها بالكلام ودي كانت معبره قوي فعايزه اقول ان انا لما بغني الغنوه دي في اي مكان سواء في الاوبرا او في اي حفله بتعمل نوع من السعاده في وسط الموجودين حتى لو ما يعرفوهاش او ما سمعوهاش قبل كده لان فعلا الاغنيه بتدي روح مزبوط. جميله جدا مظبوط غنوه استثنائيه بكل المقاييس بس كل ده العمق بتاعه شاديه مع كل طبعا حبي للموجي وحسين السيد ومحمد سالم المخرج لولا شاديه ما كانش بقى فيه مين قال لك تسكن في حارتنا طب ما ايه رايك نططك بقى من الحلل والبهجه والكلام ده كله الى شيء من الخوف فجأة. حسين كمال وبليغ والابنودي حسين كمال المخرج طبعا وتقدم شاديه هذا الفيلم بهذا العمق بال ده من اقوى الافلام التعبيريه اللي دخلت قلوب الناس وطبعا معروفه قصتها حتى مع رئيس جمال عبد الناصر الخوف من شيء من الخوف والى اي درجه عمق الفيلم طبعا وصل لكل ده سياسي رهيب جدا والتماثل الناس قالت انها
مصر فؤادة هي مصر مصر وجواز فؤادة من من عتريس باطل. يعني بدأ التحليلات حتى السياسية كلها عمقها إيه؟ وعمقها الناس صدقت وبدأت تكسر الخط الوهمي بين الشاشة وبين الحقيقة، أسقطوا الواقع. أنا لما تقولي يقولك مؤكد ما كانش المقصود ده، بس من فرض تصديقهم لشادية وإنها مرتبطة بمصر في الوجدان، شادية كمان لها جزء مهم جنب البهجة والسعادة وكل ده، ارتباطها الحميم بكلمة مصر طبعا. على الشاشة وفي الغناء، عشان كده قالوا صوت مصر مش من فراغ. لا مش من فراغ طبعا، من قوة. فالناس قالت لا هي دي مصر، شادية أصبحت وكأنها العنوان لهذا البلد العظيم. الأغنية اللي في كل حتة يعني، الأغنية اللي في كل حتة طبعا، ماتشات أي حاجة تبع مصر أي حاجة طبعًا. يعني طبعا لا احنا هنتكلم على هذه، هنتكلم على الأغنية دي وهذه الحالة، لأن اللي ألفها حالة واللي لحنها كانت حالة واللي غنتها أيضا شادية حبيبتي كانت يا حبيبتي يا مصر. يعني هي كانت حالة مجمعة للجميع، شادية ولكن مش الآن. لا شادية هي اللي قالت، وبعدين محمد حمزه شعرني الكبير كمل هنتكلم عن دي طبعا ده اكيد وقتها. بس طيب خلينا نقلكم بقى من 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 هنا الى الحركه بتاعت الاغنيه بتاعت عبد الرحمن الابنودي بقى، الاغنيه الشعبيه شويه لما بدات بقى تاخد للابنودي ولحن لها ايضا، اعتقد بليغ هو اللي لحنها لها طبعا، اسمران اللون بالظبط كده. دي حالة عملت فيها كم أغنية الحالة دي تقريبا؟ الحالة اللي هي بتاعت الشعبية، الحالة الفلكلورية الشعبية، الفلكلور الشعبي كده. لا عملت كذا حاجة، ما هي برضه قال لك تسكن في حارتنا تعتبر برضه طبعًا نفس الشبكة. لا بس هي دي كانت شعبية أكتر من الفلكلور فعلا. ده هنا بقى بليغ لما نشأ، بليغ أصله له في حياته محطات كتيرة، في محطة الفلكلور قال لك هي دي. في غنوة كمان عملها اسمها قال لي الوداع، دي حاجة تانية. دي برضو فيها نفس. هو بليغ لعب فولكلور مع كذا حد. بس اكترهم كان الابنودي وكمان مجدي نجيب طبعا، ولكن شادية كانت العنوان وهو عينه على شادية، لان شادية متعددة فبتعبر. اسمراني اللون ايه الجمال ده كله، ايه خفة الدم، هي شادية اللي هتقولها. طيب ايه رايك تسمعينا اسمراني اللون؟ يلا بينا. Oh.
الله. نجاح شيء من الخوف لم يكن متوقع على المستوى العالمي. سيبك بقى من شادية طبعا التمثيل والإخراج والممثلين والقصة حاجة رائعة جدا يعني من روائع السينما المصرية. هو طبعا لما اتعرض ما حققش نجاح جماهيري. ما حققش في الأول. لا طبعا ما حققش نجاح بس هو بعد كده في أفلام كده يعني تبتدي تتعرف على شفرتها وعلى ملامحها وتقترب منك مع الزمن. فهو أصبح بعد ذلك أحد الأفلام اللي الناس تترقبها واشترك في عديد من المهرجانات. ولما بنعمل إحصائية الأفضل أفلام السينما المصرية بيطلع شيء من الخوف واخد واحد من أفضل 10 دائما. دائما. ولما حتى بننتقل من من مصر للعالم العربي يظل شيء من الخوف أحد أيقونات السينما المصرية. وحسين كمال أصله كان قريب من شادية. عملها نحن نزرع الشوك، عملها ريا وسكينة. يعني أظن أنه حسين طبعا كمان لعب دور مهم قوي في حياة شادية في المنطقة الأخيرة في المسرح. طبعا ما المسرح ده هننتقل عليه فورا، ولكن صعب تقترب. أنا عايز أوري حضراتكم حاجة وهي بتعلق لما اكتشفت وبتعلق عن أن شيء من الخوف اتعرض في اليابان. فشادية بتحكي عن ازاي مثل مصر ازاي مختلف شيء من الخوف كان بيتعرض في التلفزيون الياباني. أعتقد كده نشوف الحتة دي ونرجع تاني لحضراتكم. لون جديد وحلو كان معروض في اليابان عرفتي؟ انا عارفه من السنه اللي فاتت ده معروض هناك. وبعدين استاذ اشرف فهمي شفنا الافيشات شادية وبالياباني بالياباني وفي التلفزيون بيعرضوه هناك بالياباني. افيشات شادية بالياباني كانت مبسوطه. انا عايز اقول لك حاجه في انا حاجه ما كنتش اعرفها غير من 10 سنين بس. في فيلم ياباني مصري مشترك بطوله شادية. ايوه طبعا. انا اقدر اقوله لك اقدر اقوله لك دلوقتي حتى ناسي اسمه انا دلوقتي. اخراج المخرج رفلة الياباني كونكا هيرا وحلم رفله اشترك فيه. اوكي اسمه على ضفاف النيل. مظبوط. وشاركها في البطوله كمال الشناوي وحسن يوسف ومحمود المليجي وناس من من اليابانيين. طب ما اوريك جزء منه. يا ريت. يلا يا ريت. وبسبوسه اتغنت بالصيني. بالظبط. لا وبسبوسه اتغنت بالصيني يعني مش كده. لا انت كلها بالظبط كده هي كله وتمثل شادية اهو. بس انت خدت بالك طبعا دي اعتقد دي اول مره ان انتوا تسمعوا صوت شادية بينطق بالدبلجه الياباني. لا ما في اكيد في ممثله بس ما طبعا ما اكيد طبعا ده ما هي بتعمل نسختين واتعرض في مهرجان القومي اللي انا كنتش اعرفه. اتعرض من 10 سنين تقريبا وشفناه. النسخه اترممت واتعرضت من 10 سنين. ما هو واضح ان هي اترممت وبرضه الالوان اتعمل لها رتوش والكلام ده كله. طيب حدثني بقى على شادية والمسرح. ليه سنوات ما قبل الاعتزال وحسين كمال لما يقنع شادية ريا وسكينة. شوف ده هنا بقى إرادة عليا انه يظل في تاريخنا مسرحية بالجمال ده ومسرحية بتوثق شادية ممثل اسبوعين بيجيب معاها حقيقي عدد من الظروف. مظبوط. تاخد الاجر وتحط تحط تحط مش ممكن بقى يتبقى مش مهم هي تبقى لها ايه. وهي بنفسها مش المساعده تروح تخبط على الباب بتاع الكومبارس على العمال وتدي لكل واحد ظرف. شفت العظمه دي؟ الله. انا ما كنتش اعرف بقى ان العظمه اللي انا بحكي عنها فضلت موجوده بعد ما سابت ريا وسكينه. فضل هذا الوضع قائما. يجي حد من فرقه المتحدين موظف تديله الأظرف عشان يديها للناس. شفنا حاجة زي كده قبل كده؟ ما شفناش على فكرة بس سمعنا كتير عن الأعمال الخيرية. هي عملت حاجات كتير. احكي لي. هي كان عندها فيلا في جنب استوديو مصر على طول. قسمتها نصين باعت نص وبنت جامع على نص منهم. وفضل قايم لغاية دلوقتي جنب استوديو مصر يعني. تمام. فهي عندها اعمال كتير خيريه بتعملها. وساعدت برضه الدكتور مصطفى محمود برضه اشتركت في المستشفى بتاعته وهكذا. انت كنت يعني شفتها في اثناء بقى عرض ريا وسكين صح؟ لا حضرت معاها اسكندريه. لا هو انا قبل ريا وسكينه لان هي ساعتها كان في عندها بيت في المعموره. كنا بنروح نقعد معاها هناك. عندي فيديو كده بس يعني ما تقدرش عائلي يعني خليه فيديو حاجة عائلية. حاجة عائلية جدا. يعني في فيديو الناس بتسلم عليها ومبسوطين ان هي موجودة وهي يعني هي ما عندهاش حتة اللي هي تمنع حد يتكلم معاها او تضايق. أيوة. لا هي كانت بتحب تتكلم مع ناس وبتحب جمهورها. كانت ناس تعدي في المعمورة تسلم عليها وتخش زي وتخش وازيك وتخش لهم في جيرانها وتسلم عليهم وبتاع. يعني كل ده حتى كمان موجود في الفيديو.
وبعدين المسرحيه جت بعدين، يعني المسرحيه جت بعد ما باعت البيت ده. هي عملت المسرحيه دي، كانت بتسافر، وحتى قصه لما كان بياكل ده كان هو اصلا جاي من السفر فكان جعان. هي كانت بتحكي لنا ده احمد بدير. حكيت لكم ايه بقى عن الحته في المسرحيه؟ هو كان فعلا كان جاي من السفر وكان كان جعان، عايز ياكل اي حاجه، عايز ياكل اي حاجه بجد. فهو كان فعلا جعان يعني، وهو بيصور فراحت قال له لا ده بجد، انت مش تمثيل. طب لا ما هو تمثيل ده جد وحقيقي. طيب خلينا نشوف شادية وهي بتعلق على تجربه ريا وسكينه، ونرجع نكمل مع حضراتكم. اخر الدنيا
اتعودت عليك وبقيت من ايديك يا حبيبي بقيت ملك ايديك اتعودت الحنان وشعوري بالامان اتعودت الحنان وشعوري بالامان طارق. قرار اعتزال شادية فجأة بعد ما الصحيه طايه وسكينه شادية تقرر الاعتزال. قبل ما نخش على الجزء ده انا بس اذكر اسم خالد الامير اللي عمل اتعودت عليك، ربنا يديله العمر والصحه، ملحن مهم جدا من ضمن الملحنين اللي قدمتهم مدام شادية في مسيرتها. تمام. واستاذنكم انا كمان اقول الكوكتيل ده من اعداد دكتور ماجد سرور وجوزي هو اللي عدلنا. طبعا عشان جوزك لازم تقولي كده، لازم تقولي على طبعا. هو طبعا غني عن التعريف الحقيقه. لا طبعا اوف كورس اكيد. لا لا طبعا هو ربطه صح قوي. حلو جدا. بص موضوع مدام شادي، اولا فضلت معتزه بما قدمته للشاشه وللاذاعه كفنانه، فضلت. بس اعتزالها كان مفاجاه. كان له علاقه بانه اجرت عمليه خاطئه واكتشفوا بره انها خاطئه. انا مش عايز يعني بلاش نخش، وبالتالي اعتبرت انها رسالة، يعني رساله كده من السماء، فتوقفت. لكنها لم تتنكر لابداعها وهي وقفت. حصلت عمليه خاطئه فعلا. مظبوط. وبعدها هي قررت خلاص. خلاص واخدت القرار. القرار كان فيري ستريكت، يعني مشيت عليه. هي طول عمرها حاده جدا زي ما انت بتقول. يعني ومشيت عليه تماماً وقررت. لا بس لم تتنكر للفن. هل تنكرت للفن بعد كده؟ او هل هي قالت لا وده كان حرام؟ لا خالص. هي معتزه جدا بعملها، بتحبهم جدا، بتتفرج عليهم، بتحب تتكلم عنهم. ما عندهاش اي اعتراض خالص عن ان هي عملت حاجه ورساله مشيت فيها الى نهايتها مظبوطه جدا، واخدت القرار المظبوط. على الهاتف على الهاتف سرادق كان عليه الفنانه شاديه سرادق العزاء. سرادق العزاء لو كان في شيء تاني كانت قالت في الوصيه. بس ده اللي عايز اقوله. على الهاتف معي الحاجه ياسمين الحصري. اهلا وسهلا. اقرب الصديقات خاصه في الايام الاخيره للفنانه شاديه. مساء الخير يا حاجه ياسمين. اهلا بحضرتك استاذ محمد. انا بشكرك اولا على السهره الممتعه دي، وبحيي الاستاذ المحترم استاذ طارق الشناوي طبعا الكاتب. شكرا استاذ ياسمين، شكرا جزيلا. امين جدا الحقيقه يعني. وطبعا الاستاذ كمال زاده والفنانه. ازاي حضرتك؟ طبعا عبد الغني. ربنا يا رب كده يسعدكم يعني. صحبه الحقيقه واستمتعت زي ما كل جمهورك استمتع ومشاهدينك بالقيمة الكبيرة الجميلة المحبوبة الصادقة الست شادية. يعني هي فعلا يعني أقول إيه يعني. طبعا الأستاذ طارق ما سابش أي حاجة الحقيقة إلا لما يعني أسرى حياتها كده بوضوح، وكأنه استحضر شخصيتها قدام المشاهد الحقيقة. لكن الحقيقة أنا يمكن ربنا سبحانه وتعالى قدر لي أن أنا أكون أولا كنت أول ما ابتدت تعتزل بشخصيتها اللي فيها صدق، اللي فيها احترام، اللي فيها يعني كده أقول إيه شخصية
يعني إخلاصها في كل حاجة في كل تاريخها، حتى لما جت تعتزل الحقيقة برضو كانت معتزلة يعني بقناع شديد وفعلا يعني دور الزاهدة المتصوفة الجميلة المحبة لربها قوي قوي المحبة لسيدنا النبي. وكان من حظي ان الحقيقة كنت سافرت معاها اكتر من عمرة وحجيت معاها، وكان حتى في احد العمرات كانت الست والدتها موجودة معانا، وشفنا الظرف للعلاقة بينها وبين والدتها، وكانت احيانا حتى طبعا ست والدتها تتكلم باللغة التركية، فقول لها والله منطق الزهر بتشتم فينا سبحان الله، لان طبعا يعني كانت ايه يعني اللغة العربية بالنسبة لها كانت يعني ايه مش صعبة شوية. بس الحقيقة يعني حتى صحبة في العمرة وفي الحج تشوف الأنس وتشوف المحبة وتشوف الرقة وتشوف التواضع الشديد، وكانت الناس بتعرفها وهي في العمرة، وكانوا بيجوا طبعا وتتذب حواليها كده وتسألها. بس هقول لحضرتك حاجة، شهادة والله شهادة حق، أنا كنت أرقب إزاي قاعدة في الحرم النبوي وفي خلوة كده ومعزولة عن الدنيا وتستمتع وانت بتبص لها وهي بتسبح وهي بتصلي وهي حاجة جميلة يعني. ما كلمتكيش ابدا يا حاجة ياسمين عن الفن وعن الغنى يعني؟ لا، هذا وصتني ان انا اعمل اسماء الله الحسنى في 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 ثلاث دقايق، قالت لي نفسي احفظ اسماء الله الحسنى، تنزلي تغديها وتختاري يا ريت حد من حتى من الفنانين الجداد الحلوين اللي عندهم طاقة كده حلوة، كان الأستاذ محمد قبيل حتى ساعتها لما قلت له، فأسرع على طول وفعلا أديت أسماء الله الحسنى وسمعها ساعتها الأستاذ محمد عبد الوهاب وأثنى عليها وفرحتها وقلت لها خلاص الحمد لله حققت لك وصيتك. الحقيقة لا بالعكس، ده كانت بتعتز جدا بتاريخها وبتعتز بفنها وبتعتز بمشوارها. وبعدين الحقيقة يعني حتى سبحان الله يعني كانت دايما الحقيقة تسأل عن الناس، وصداقتها بقى وحبها لأهلها وبرها بأهلها الحقيقة الناس كلها يعني المحيطين بها يعرفوا هذا. بس الحقيقة طبعا أشهد في الفترة الأخيرة أنا اتشرفت فعلا إن أنا كنت في صحبتها، في صحبة طبعا الأستاذة المحترمة السيدة الفاضلة الست سحر، مرات طبعا الاستاذ خالد، وابنهم الظريف كده الاستاذ يوسف. يعني الحقيقه كانوا على طول. انت كنت قريبه جدا من شاديه في الايام الاخيره، حتى كمان احنا لسه جايبين صوره لحضرتك وانت في المستشفى في ايامها الاخيره، كنت بتتكلمي معاها في ايه؟ كانت حالتها النفسيه كانت عامله ازاي؟ حالتها النفسيه عاليه جدا وصبرها الجميل، عندها صبر جميل وعندها ايمان قوي جدا جدا، يعني في عز ألمها وكده تحس انها على طول بتسبح وتحس انها كده بتدعي ربنا وتحس بيقين ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه راضي عنها كده، ورب ده اختبار وده امتحان، يعني الصبر الجميل. وعمرها الحقيقه الا لما كان على طول في تسبيح وفي ذكر وصوامه قبل كده طبعا، يعني كانت ست سحر الحقيقه ربنا يساعدها، كانت دايما تقول لي على طول يا اما بصيام وقراءه قران وصلاه واعمال خير وبر، وتسال عن زميلاتها وتسال عن الناس كلها وتعرف الحقيقه وتتبسط لاي جهد طيب بيتقدم. يعني الحقيقه اقول ايه، ربنا اسعدني ان انا فعلا كنت برفقتها في اللحظات الاخيره من عمرها، ودايما الحقيقه اتذكر كده يعني انها كانت صابره وانها كانت محتسبه عند ربنا، والالام كده بتكتمها كده يعني ايه بتبتل الى الله. ست مخلصه وست جميله وست يعني اقول ايه يعني سبحان الله. الله يرحمها. وبشكرك الحاجه ياسمين الحصري على هذه المداخله. انا عندي فيديو تعليق من شاديه على اعتزالها. حلو قوي. ايه رايكم نشوف شاديه وهي بتعلق على اعتزالها ونرجع لحضراتكم تاني؟ فيديو نادر جدا قوي لشاديه وهي بتتحدث فيه، وطبعا ده في بدايات بقى حالتها، وهي على خطب الدكتور مصطفى محمود قويه وبرعت كتير جدا للمستشفى ودار الخير بتاعت دكتور مصطفى محمود. اخر ايام شاديه حضرت
ثورة 30/6 اه مظبوط. هي كانت سعيدة جدا وخرجت تشاور للناس من هي كانت مبسوطة جدا ان اغانيها شغالة وكده، وطلعت حتى طلبت من سحر وخالد يجيبوا لها صورة الريس تحطها في البيت، وجابت العلم وطلعت قعدت تشاور، وتحت البيت كان في كهربائي كده برضو كانوا قعدوا مبسوطين يعني انها خرجت وظهرت وكده يعني. وهي كانت سعيده ان اغنيه يا حبيبتي يا مصر هي الاغنيه السائده في 30 سنه. هي كانت فرحانه جدا 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 يعني، الله يرحمها كانت فعلا مبسوطه يعني. والرئيس زارها في اخر ايامها، في اخر اخر ايامها كان مسافر هو، وهي دخلت المستشفى ووصى عليها تخش مستشفى في مصر الجديده، وهما جم من السفر هو والسيده حرمه، السيده حرمه، وجم زاروها في المستشفى. ده هو نزل من المطار على طول فورا على المستشفى. وكانت يعني قدرت كانت تتكلم خلاص، هي كانت يعني هي كانت في الوقت ده كانت خلاص يعني مش في الساعات الاخيره، الساعات الاخيره، وما كانتش مركزه يعني، مش مركزه يعني، هي مش واعيه اصلا. بس هو اجى اطمن عليها شخصيا مظبوط كده، وشاف الاسره كلها، وحتى الحاجه ياسمين كانت تقريبا يوميا موجوده معاها في المستشفى يعني، ما كانتش بتسيبها خالص أبدا. تمام. يا حبيبتي يا مصر اشهر اغاني شاديه على الاطلاق الان، واشهر الاغاني الوطنيه من زمان، واشهر الاغاني الوطنيه كلها، وهي احساسنا الوطني وطني وغير وطني، هي مصر طبعا. بس الغنوه دي اتعملت بعد الهزيمه مش بعد الانتصار بالمناسبه. بس اي واحد يسمعها يعتقد انها بتتكلم عن 73، لا هي بتتكلم عن، دي هي قررت تطبطب على المصريين ببهجه، وهي اللي قالت كلمه يا حبيبتي يا مصر. كان محمد حمزه الشاعر الكبير وليه حمدي عندها في البيت هيعملوا غنوه اسمها عالي عالي، وبيعملوا البروفات، فجأة حاسة بالهزيمة قالت يا حبيبتي يا مصر، لقطوا الكلمة وخلصوها في القعدة وتاني يوم سجلوها. الله. فكل النجاح الضخم ده لأنها شيء صادق، الصدق بدأ عند شادية، هي المنبع، وهي أيضا المصب بليغ وحمزة خدوا منها ودوها، فالغنوة فعلا أصبحت هي شعار مصر، حياة مصر، في كل لحظة مصر بتعيشها دايما حبيبتي يا مصر هي اللي بتطبطب علينا، هي اللي بتبهج احساسنا، انها بتحسسني بقوه الوطن وبقيمه الوطن. طب ايه رايك نختم حلقتنا النهارده بيا حبيبتي يا مصر؟ اسمحوا لي قبل ما نختم الحلقه بشكر حضراتكم على المتابعه، بشكر زميلي الاستاذ طارق الشناوي الناقد الفني على وجودك معانا، بشكر الاستاذ كمال زاده على وجودك معانا، وطبعا بشكرك يا مايسترو وكل الفرقه على هذا المجهود الرائع، وايمان عبد الغني متألقة معانا دائما، بشكرك جدا جدا. ويا ريت نختم النهارده البرنامج حياة حبيبتي يا مصر، أجمل قفلة ممكن، بالظبط كده، أجمل حاجة ممكن نقولها في نهاية هذا البرنامج، ونشوف حضراتكم السبت القادم إن شاء الله.